واتوقع انها جا وقتها. هاتها. يقول اذا اجتمع 70,000 يصيحون، اذا اجتمع 70,000 يصيحون في ساعتين ومقعد الشخص مضمون استنفر من الدولة وبات صاحي لين ذا 70 منها يروحون في ملعب الكورة وفي ساحة الرقص ساعات والموقع صغير ومامون وفي مهرجانات بها كل خايب عادي لو ان الناس فيها يموتون ومن مات وسط الحج في زحمة البشر في موقع مليون يصفق مليون فيه المذاهب والنوايا تخلف ما هو بعادي عند الملعون إيران وكلاب تنابح تبحها كلب النبح وكلب سكت مغبون هم ينبحون نباح لكن شعبنا يزيد قوة كان هم يدرون متلاحمين الشعب ويا القادة الرأس واحد فيه جوز عيون واصل يا سلمان السعد في سيرك واصل يا سلمان السعد في سيرك وعدو دارك هايب مهيون في خدمة البيتين واللي جاها نعمل معزب شاهدك ذا الكون في الحج والعمرة على طول الدهر ناس تروح وناس لك يا تون سلام يا السعود يا ساس الفخر حكامنا اللي دوننا يثنون هم خادمين البيت خدام الحرم وحنا خدمهم وين ما يبغون وسلام يا جنود الشرف والهمة تسهر مكة والعرب يمسون والله لو مكة بوسط أمريكا والروس معها قوتين جنون إن كان ما تصمد إلى نص السنة وتفرض ضرائبها وهم يعطون وسلمان بن عبد العزيز القايد كمل طريق إخوانه الميمون في خدمة البيتين وضيوف الحرم مكرسين جهود ما يشكون مليون يشكرنا وقدر فعلنا مهمنا 20 لو ينعون وأهل الفتن والعمة المتلوية السيف لرقاب الغنم مسنون في كل عام يغيرون خططهم ونسامح الملعون غير يخون يا سيدي سلمان يا درع العرب ما بها قصور والبشر يدرون الله يبيض وجه سلمان الفخر بيض وجهه ينتشر في الكون قلت وانا مدعث عن الشعب وافي متوكل عنهم وقلت امون سلامتكم طال عمر الله الله يصح حسان ابو علي ولا انت يا فيصل.